رشا، رح نبدأ أولى فقراتنا بفقرة بتحمل كتير من ثقافة المجتمع أو حتى العادات يمكن يلي ربينا عليها. لما منغلط مع شخص هل منعتذر أو ما منعتذر؟ كيف ممكن نصلح هذا الغلط؟ ودائما رشا منقول ثقافة الاعتذار هي من أرقى طبعاً. الثقافات، فقدي أنت ممكن يكون عندك استعداد لهذا الشيء رشا؟ هلا اذا سؤال عام، فانت مثل ما قلتي هي ثقافه مجتمع، وكثير مفروض اليوم تتعمم حتى الجيل الجديد، اهم شيء الجيل الجديد، يعني هذا الجيل العنيد اللي دائما بحس حاله على صح. اما بشكل شخصي فانا بشوف القصه حسب الشخص وحسب الشيء اللي صاير. احيانا نحن من وجهه نظري او نظرك انت ما غلطتي، او طرف ثاني لا غلطانه، فكمان بجوز هون القصه اكيد تختلف. اكيد. هذا الموضوع هو رح يكون عنواننا لليوم مع الدكتوره غاليه سعيد، يلي دائما بتعطينا اجوبه تكون منطقيه ووسطيه نوعا ما، يمكن لجميع يمكن الناس يلي بتفكر بطرق مختلفه ممكن يتبعوا هاي النصائح. صباح الخير غاليه، كيفك مع البرد؟ صباح الخير. صباح الورد وصباح الروح، صباح الحب، صباح الدفا، طلعنا منا يلا مرقت. انا مصره على البرد. قطع الاهم قطع والاصعب قطع. ان شاء الله يكون يا رب. كيف الامور؟ نحن مناح رواق. عم نحكي عن ثقافه كثير مهمه ضمن المجتمع، وعم كنا عم نقول انه المفروض كثير اليوم في تعميم لها، وخاصه ضمن الاجيال الجديده اللي عم نعاني منها. خلينا بدايه نحكي او نتوسع اكثر، نحكي عن ثقافه الاعتذار ضمن المجتمع. كتير حلو صراحة. أولا المصطلح اللي عم تتحدثوا عنه، الحديث اللي كنتوا عم تتحدثوه مع بعض قبل، وأكدتي على كلمة الجيل الجديد. صراحة أنا بدي أتشكرك على هذا المصطلح بالذات، لأنه يمكن الجيل اللي كان سابق فكرة الاعتذار عنده أو ثقافة الاعتذار أو مبدأ أنه تروح تعتذر من شخص يعني أسأت له، هي كانت نوعا ما واردة، ما كان فيها هذا التغذية اللي كتير أنه أنا ما بعتذر وأنا الشخص اللي أنا تبعي اللي كتير مرتفعة. ولكن هلأ مع تبدل المفاهيم، مع تبدل الوسائل التكنولوجيا واسعة أكثر، مع تبدل العولمة السريعة جدا جدا اللي نحن عم ناخذ منها الجانب السلبي بعض الأحيان بثقافة الاعتذار بحد ذاتها. ثقافة الاعتذار لما بتكون موجودة ضمن النمط الأساسي لشخصيتك، فهي أولا بتدل على قد ايه نحن أشخاص مرتقين جدا بشخصيتنا، قد ايه نحن أشخاص عن جد عم نتعب على حالنا. لأنه ثقي تماما الشخص الذي يعتذر هو شخص كثير بيقدر ذاته. تخيلي تعريف انه نحن اذا بنعتذر، طبعا كمان قلتي كلمه كثير حلوه، حسب الشخص وحسب الموقف وحسب هل هو يقدر هذا الاعتذار ام لا. دكتوره ليش بدنا نقول حسب الشخص؟ يعني نحن اوقات ممكن الشخص ممكن يكون هو طرف بعيد، لكن نحن فعلا غلطانين بحق هذا الشخص والاعتذار واجب. تمام. فهون ميزان انه نحن نعرف حسب الشخص مين هو الشخص، شو مدى قربنا منه لحتى نحن نعتذر. اكيد اكيد، كثير حلو هذا النقطة اللي قضيتي عليها فرح، عن جد شكرا لك. ليه حسب الشخص؟ الشخص يا سيدتي فلنفرض خليني انا وياك نكون اصدقاء، وانا اسأت لك انا غلطت بحقك، انا بعرف شخصية فرح انه هي شخصية لطيفة ودودة حبابة متقبلة، بتتقبل فكرة اذا انا اجيت بررت لها انه مثلا يا فرح انا اسأت مثلا تصرف معك، بس انا كنت تحت ضغط متوتره شوي، صار معي ظروف، لان فرح بتعرفني فممكن تقدر هذا الموضوع. حتقلي ولا يهمك انا بقدر، طبعا اكيد في الى حد على هذا التقدير، اكيد هي مو مفتوح هذا المجال. ولكن فلنفرض انه انا اسات التصرف مع شخص اخر، شخص بعيد، شخص لسه ما بيعرفني، ما بيعرف شو ماهيتي، ما بيعرف الظروف اللي انت عم بتمر فيها. فانت من ثقافتك ومن علو نفسك بتروحي بتعتذري، انا اسفه بعتذر عن التصرف اللي طلع مني، فحيبادلك يمكن ماني مضطر انه انا اقبل اعتذارك، اعتذارك لا يعنيني، انت شخص صرت طلعتي من دائرة اهتمامي، ما بيهمني تضلي موجودة او ما تضلي. فبهالحالة رح يرجع يشوه لك ثقافة الاعتذار اللي عندك، هترجعي تقولي تمام، هتندمي ويا ريتني ما اعتذرت منه، ويا ريتني اساسا ما حكيته، كان يضل زعلان بيكون افضل انه انا ارجع اعتذر منه. فحسب الشخص وهل هو تقدير. كمان النقطة اللي كثير مهمة، في اشخاص بتعتبر انه نحن اذا اعتذرنا معناتها نحن ضعاف، يا عيني عليكي، انا شخص مالي قيمة، ما بقدر اعيش بلا، هي الكلمة اللي كثير انا بيها، لانه انت ما بتقدر تعيش بلاي او انه حياتك ما بتستمر بدوني، لهيك رجعت اعتذرت مني، لانه انا محرك بحياتك. فكتير بيفكروا انه نحن لانه مالنا قيمه او مستهينين بحالنا كثير، او نحن انه يعني عادي انه مين ما كان بنعتذر منه فبنروح بنعتذر منه. في نقطه كثير مهمه حتى بصياغه الاعتذار، بفضل انه نحكيها ونحن عم نعتذر للاشخاص الاخرين، حتى يعني تجيبي معه الحالتين، انه انا عم بعتذر وعم بضربك مني.
هلا حكينا على هاي القصة، بس كمان في نقطة انه انا اليوم بجوز فهماني الفكرة او الموضوع انا عم ساويته من وجهة نظري صح، تمام، أم اليوم بوجهة نظرك هو غلط يعني، تمام. فهون عم بتصير كمان في هذا العدائية بين الشخصين، هي اختلاف وجهات النظر بالنهاية يعني، تمام. هلا حكيتي شيء إيجابي، ولكن إذا نحن اليوم الشخص تعود يضل يعتذر كمان هاي مشكلة، تمام، هاي هي هون كمان المشكلة، خليني أقول النقطة السلبية لسياسة الاعتذار، كمان كثرة الاعتذار، أنا آسف أنا آسف، ما تزعلوا ما تزعلوا ما تزعلوا، بتفقد من قيمة الشخص. يعني هذا شخص بيقول لك هذا على طول بيعتذر، على طالعة من نازلة بيعتذر، ده بيغلط كثير، معناته يعني هو قد ايه عنده استعداد إنه يخطئ معي ومعك، وقد ايه يكون عنده استعداد إنه أو بالأحرى يستهين بزعلنا أو نحن إنه إذا أخذنا على خاطرنا من هذا الشخص. حتى سياسة الاعتذار بدها دراسة، بدها دراية، بدها وقت، بدها أعرف أمتى أدخل لعندك. يعني أنا ما فيني روح أعتذر منك وأنت معصبة أو أنت راجعة من الشغل، أكيد حتقلي لي بلا اعتذارك وبلا كلامك وتركيني لحالي. ما فيني أعتذر منك مثلاً وأنت ظروفك كلياتها ما بتساعدك أو أنت بحالة غير رائقة مثلاً، هذا كمان بيكون بيشوه الاعتذار بحد ذاته، وبيترك لصاحب الاعتذار وصمة غير حلوة إنه أنا رحت اعتذرت منه وهو رفضني. هون دكتورة خلينا نقول معناتها إنه للاعتذار خصوصاً له قواعد وله أصول. طبعاً. نحن خلينا نعرف هي شو هي القواعد العامة لحتى نحن نقدر نعتذر من شخص بطريقة صح، نوصل يلي بدنا إياه مثل ما قلتي مو بأي وقت نحن لازم أو مسموح لنا إنه نعتذر. طيب خلينا نحكي القاعدة الأساسية الأولى. أولاً الاعتذار هو دليل على قوة شخصيتك وليس على ضعف، إذا كان بوقت الصح وللمكان الصح. اثنين، في له قواعد وفي له أساسيات، مو بعتذر على الطالعة والنازلة لما بشعر فعلاً أنه أنا أسأت لهذا الشخص. ولا تصدقوا إذا نحن أخطأنا مع حدا ما بنشعر أنه في شيء، دائماً بترجع بتقولي كأنه زعلتها، حسيتها أنه هي زعلت مني أو تضايق مني أو شيء، ما تصدقي إن إحنا عملنا شيء غلط ما ينزل شيء أثره من بنفسنا، يعني ما تحسي أنت فيه. ولو ما حسيتي في ردة أفعال الشخص الثاني هي بتقلك عليه. نختار الوقت الصح، يعني تكون ظروفه جيدة، ما أنه تعبان، ما أنه راجع من شغله، ما عنده توتر، ما عنده مشكلة، لأنه هون ممكن يرفض لك الاعتذار وبالتالي حتى نكسر نفسيتك. ممكن نفكر غالية بحجم المشكلة أو الخطأ اللي نحن ارتكبناه، يا عيني ممكن. عليكي. وهون النقطة الثالثة اللي هي تحطي حالك مكان هذا الشخص اللي أخطأت معه. يا ترى أنا مثلا لو كنت بدال فرح أو كنت بدال رشا وأخطأت مع هون، كيف حتكون ردة فعلي؟ مجرد ما تتخيلي وتنزلي الإسقاطات عليك، معها حق والله الموقف كتير كان كبير، فحتحسي بالمشاعر البشعة اللي كانت عم تشعر فيها، وبالتالي الاعتذار رح يجي على قدر هاي المشاعر. يعني تخيلي مثلا كون كتير زعجتك بكلام عن جد آذيتك فيه واجي لك والله عن جد زعلتي، والله مو مستاهلة تزعلي، يعني منشوفها يلا يلا بلا زعل. يعني الموضوع هي بكون إلها كتير مهم، وخاصة إذا كان من إنسان غالي، وارجعي أنا سخف من قيمة الاعتذار إنه يلا لا تزعلي ما في شيء مستاهل. هذا كمان غلط، لأنه كلمة باختصار هذا كلياته أنا بعتذر، حقك علي، يبدو أنا أخطأت بالتعامل معك بس أنا أكيد كان بدون قصد، إذا صدر مني أي شيء فأنا آسف وانتهى الموضوع. مو هذا هيك تبع الله يوفقك والله يخليك وان شاء الله ولا تزعل. هي كلها قواعد لحتى عن جد تعتذري وتضلي محافظه على مكانتك الاساسيه. طيب مو دائما كلمه اسف بتمحي الاثر الالم الموجود بداخل الاشخاص، يعني احيانا بيكون مواقف كثير كبيره مسبب له ألم، مسبب له مثلا خلينا نقول صغروا بين الناس. أكيد. فكلمة آسف يعني عم بيزيد، بحسها أنا أنه لا كأنك إسا كمان ورجعت عم تتمسخر، جاي تقول لي آسف كمان، يعني بعد كل شيء ساويته. وهي الفكرة اللي بدي أحكي عليها عن مدة الاعتذار. يعني مثلا خلينا نقول انه صار في تاتش كتير بيني وبينك وانا اسأت لك وكان في يعني ازعاج بالنسبة مني إليك، تخيلي اتركك بعد 4-5 ايام وانت بعدك متضايقه من هذا الموقف واجي اقول لك عن جد رشا زعلتي مني، يعني والله انا ما عملت لك شيء، والمستفزات اكثر انه انا ما عملت لك شيء او مو قصدي يعني ليش هيك عم تزعل. مده الاعتذار لما بنزعج حدا ما نحاول انه نطول عليه كثير، قال اتركه هي بيروق لحاله، هي قاعده غلط على فكره. بس هي قاعده كثير منتشره دكتوره، يعني بس اتركه بيروق لحاله، هو حيروق بس ما رح يرجع لك. اتركه يبكي بيرتاح. يبكي شيء ويروق شيء ثاني. يعني تخيلي انا وياك كثير رفقات وانت بتعزي علي وانا اسأت لها، قالت لك هي بتروق لحالها، هي لما حتروق طبيعي بعد يومين ثلاثه، بس لما حتروق ما رح ترجع لعند غاليه، ما حترجع تقول غاليه كانت رفيقتي، حترجع تقول غاليه ضايقتني وما سألت عني. تماما. فحتروقي بس ما حتروقي معي، حتروقي علي. غاليه في نقطه اليوم ممكن نشوفها ببعض العلاقات، ممكن يصير خطأ معين
الشخص بيلجأ للاعتذار بالأسلوب الحلو وباختيار القواعد والأوقات المناسبة، لكن الطرف الآخر ببالغ برفض الاعتذار. بنشوفها هي حقيقة. اليوم كيف الشخص ممكن يتصرف، خاصة إذا كانت فعلا في علاقة محبة، علاقة صداقة واحترام بين الشخصين؟ يا الله شو حلوة النقطة اللي حكيتي عليها. أولا نحن نحاول نأخذ بالأسباب، غلطنا نحاول فورا أنه نحن نعتذر، نبرر، نوصل لهذا الشخص ونعتذر، وما يكون في مبالغة. كمان النقطة اللي كتير مهمة كمان كتر الإفراط وبيعطي تمنع من الطرف الآخر، أنه الله يخليك ونتبكبك ومدري شو. خلاص نحن بنعتذر وبنعترف بالغلط اللي نحن عملناه وبننسحب وبنترك الطرف الآخر. وفي كلمة أنا كتير بحبها، لو ما بعرفك بتقدر قيمة الاعتذار ما اعترفتي مني هون، ما بيجي بعتذر منك. فهون أنت يعني ما عاد خليتي له مجال أنه هو، لأنه إذا ردك هو رح يطلع الشخص اللئيم. لو ما بعرفك بتقدر قيمة الاعتذار ورح تقدر فكرة أنه أنا أجيت واعتذرت منك، حتقدر هذا الموقف، فأنا ما بجي بعتذر منك، بس بعرفك قدين مهم عندك هذا الموضوع. هون أنت نفسياً حصرتي الشخص، يعني حتى لو كان الموضوع، فممكن بعد كلمة آسف يصير في نقاش، نتحدث، نحكي، تتوضح نقط أكثر، معلش ما كنت منتبهة، حقك علي، تمام، وانتهى الموضوع أكثر. أما ضل الله يخليك وكرمالي ونزل بوستات على الفيسبوك وابعت له مسنجات وواو واو والقصص هي كلها، تعطي شوي من التزلل كمان الشخص. أكيد. يمكن يعني خلينا نقول كمان كرامة الشخص تطلع النرجسية تبعهم بتصير، إنه هو عم يعتذر مني، معلش يلا إنه هدي عليه ويخليه هيك يغلي أكثر يتعلم. أو شيء، فأنا بعتذر بشرح وبعد خلص بترك الوقت، أنه لما بده يرجع هو يعاتبك أنا عملت اللي علي، فأنا صح. اعتذرت وما قصرت، وقتها هي ردة فعلك فهي أنت مسؤول عنها ولست أنا يعني بالموضوع. طيب إذا عم نحكي عن طرف بالضفة تانية، كمان في أشخاص ما عندهم ثقافة الاعتذار، في أشخاص بيقولك أنا ما بعتذر حتى صح. لو غلطت صح، أنا ما فيني، ماني متعود، ما بدي أعتذر، بده يزعل يزعل بالآخر يعني. بقلك اليوم قدي هاي اللي أنا عنده كتير عالي، ونفسياً شو ممكن نوصف هذا الشخص؟ أولاً هذا شخص النرجسية عنده عالية جداً جداً، هو بيسميها ثقة بالنفس، بس في فرق بين الثقة بالنفس وبين النرجسية وبين الغرور وبين التعالي. على فكرة هي يعني كلها مصطلحات قريبة من بعضها، يلي بيفرق بيناتها هو يعني فهمنا لمعنى المصطلح. إذا أنا كنت واثق، شخص كتير واثق من نفسي وعن جد بحب حالي، غلطت بروح بعتذر، مو خليه يصطفل انه انا ما بيهمني، انا ما بعتذر من حدا. يمكن تنجح معك مع شخص 2 10 وبعدين هدول صح. الاشخاص رح يصيروا يحكوا لا تقربي على فلانه لانه هي اللي انا تبعها كثير متضخمه، يعني انه ما تحكوا معها ما ادري. هلا الاشخاص اللي حواليها بتقول لك انه اي والله هي ما بتعتذر، ما بتحطها بالعامه، ما بيحطوها واطيه لحدا يعني. طيب اوكي جربيها مره واثنين وثلاثه، بس بعد فتره رح يلاقي حاله انه بقي عن جد لوحده، بقى عن جد شخص لوحده. ولو كان في أشخاص عم تحكي معه فتأكدي هي عم تحكي مجبرة، يمكن لعمل، يمكن كعائلة، يمكن لحتى يستفزوه أكثر أو حتى يجاكروا بنفس الطريقة اللي عم يجاكروا. ما تصدقوا، نحنا منحب الحدا يلي بيكون إنه أنا ما بيهمني حدا، ما في حدا بالحياة ما بيهمه حدا، إنه الإنسان بحده كائن اجتماعي، يعني بحب الألفة، بحب الناس، ما بيقدر يعيش لحاله، بيتوحد بعدين إذا بضل عايش لحاله. فهذا اللي أنا ما بعتذر ولا أنا تبعي كتير كبيرة، أنا متأكدة أنه جوا في عنده صراعات يعني بينه وبين ذاته وبين وسط عائلته وأصدقائه. دكتورة غالية، لما بنقول كلمة ثقافة الاعتذار فهي شيء يمكن لازم نكون ربيانين عليه، مو وليد اللحظة. أكيد نحن ما راح نصير عمرنا 30 أو 20 لحتى نتعلم هي الثقافة. اليوم شو رأيك بالقواعد الأساسية للأعمار الصغيرة؟ طبعا لما ندخل نحن بمرحلة نمو الشخصية عند الطفل سواء شاب أو بنت، لحتى نعلمه هي الثقافة قديش هي مهمة فعلا، إن كان بتكوين العلاقات أو حتى بالنسبة له. هلا أنا بتوقع أنك بتعمليها مع ابنك ما بعرف ليه، بس بتوقع هيك الشيء. أكيد من لما نحن بنكون كأم أو أنت عم بتجهزي هي ثقافة الاعتذار كتير حلوة يا فرح، أنه ما بتخلق معك، يعني أنت ما بتكبري بتحطيها أنه ضمن الداتا، هي بتكون مكتسبة. يعني لما نحن بنطلع من بيت بنلاقي أنه مثلا الأم والأب صار في بيناتهم نقاش، هي كتير على فكرة بين الزوجين كتير مغيبة، أنا ما بعتذر منه وهو ما بيعتذر مني، قال برجع بحكي معه عادي، كلمة أنا آسف يا جماعة والله كتير بتبلور الأمور. الأم كتير نقطة مهمة، في كتير أمهات بتغلط أحياناً بالتعامل مع الطفل، كمان عندها مشكلة من إنه تعتذر، إنه تقول له ماما أنا آسفة. يعني خلينا نقول الأم لما بتبادر بالاعتذار لطفلها هو حيتعلم أكيد. ممكن أنت مثلاً يطلب منك طلب وتتأخري أو تنشغلي عنه أو تطلب منك، فأنت يصير عندك شيء خارج عن وضعك يعني، فتروحي ماما أنا بعتذر، أنا آسفة، أنا عم بعتذر لبرر لك لأني بحبك، لأنه بيهمني إنه أنت ما تزعل.
تأكدي انه هو رح يرد لك اياها، لانه نحن بنؤخذ بالتقليد، حيرد لك اياها بموقف ثاني، ورح تصير فكره انه يعتذر هي معنى كثير كبيره عنده، لانه الماما بتعتذر والبابا بيعتذر وماما بشوفها بتعتذر من بابا، اذا الموقف يستوجب هذا الموضوع. معاد طالعه والنازله كمان طبعا. انا اسف لانه هو بصير بياخذها كمان لعبه. فلما بيكونوا صغار ندخل الفكره ونشرحها، كل ما اعتذرنا نشرح ليش عم نعتذر، لانه بحبك، لانه بيهمني امرك طبعا. لانك قريب مني، ما بعتذر انا الا لانه انت كثير بيهمني ما تزعل، كثير بيهمني انك انت تعرف ليش هيك انا عملت. فحتى لما بتعتذري تحتبلي يعني توضحي له ليش عم تعتذري طبعا. ما بتركه هيك فاضي تمام. حتى في اشخاص فرح يعني كلمه اسف حتى لو حسوا انه لازم يعتذروا ما بيقدروا يقولوا، ثقيل عليهم يعني، في انماط من بالمجتمع موجوده. فانا اليوم بروح بصالحك بطريقه ثانيه انه انا بحبك لا تزعلي كذا، بس انه تطلع انا اسفه بحسوها صعبه عندهم يعني القصه. ومثل ما قلنا بجوز انهم لو انهم تعودوا من صغرهم عليها كانت القصه كثير سهله. بالعمل قد ايه بصير تطشات هدول القصص؟ خلينا بجو العمل هيك شوي نحكي، شو اهم النصائح اليوم؟ شو ممكن نقدر نعمل كرمال يعني نخفف؟ نحن ما فينا نلغي، نخفف اكيد. هلا اقول لك شغله، موضوع العمل بالذات هو مكان كثير حساس. رح نبعد شوي كلمه انا اسف وننزل البدائل اللي حكيتي عنهم يا رشا، يلي هي مثلا انا غلطانه مع شخص صديقي بالعمل وبدي انه لطف الجو بيناتنا. كلمه اسف بالشغل شوي ممكن تعمل لهم حزازيات وتعمل رواسيه اكثر فيها. فيني انا اعتذر بفنجان نسكافيه، فنجان القهوه، قطعه شوكولا، صباح الخير، كيفك اليوم رواق، بعدك زعلان مني، لسه في هيك شويه يعني اذا صار امبارح سوء تفاهم مني فحقك علي. مو شرط كلمة أنا آسف، كثير مصطلحات فيك تبدليها، ما بيهون علي زعلك، فقدت لك، يعني وجودك كثير مهم عندي، بحب دائما أكون سبب إنه أنت عم تضحك، يعني كثير كلمات ممكن تعبر عن كلمة أنا آسف. كمان مع هالشيء مع فكرة إنه بالشغل أنا مع فكرة إنه دائما ما خلي حوالي صراعات، إنه أنا حدا متجاكر مني وهي عم تستناني لحتى أوقع، لأنه أنا مربي عداوات كثير كبيرة. غلطت بكل بساطة، كثير ثقيلة كلمة أنا آسف، يلا حقك علي، بحب شوف هالضحكة وأنت عم تضحك مني، إذا صار مني سوء غلط ما قصدي، فأنا أكيد ماني قاصد إني أنا ضايقك فيها أكيد، وانتهت القصة أكيد. غالية نحن كثير سعيدين إنه بلشنا صباحنا معك، وبنتمنى هي الثقافة تكون موجودة عند كل شخص، سواء بداخل كل شخص، سواء بالعمل أو بعلاقاتنا الشخصية اللي هي خارج أوقات العمل وخارج هذا الإطار. خلي شوي رشا هي الروحة الطيبة مثل ما بنقول موجودة، التسامح والتسامح أكيد. شكرا لك دكتورة، سعد صباحكم يا رب. شكرا لصباحك اليوم، ونحن أكيد مقصدنا إنه ننهي اليوم الفقرة، بس صار لازم ننتقل لموجز أكيد إنه وقفات تاني بصباحات تاني. شكرا سعد أوقاتكم.